انت بتشوف الفلوس ازاي؟ ايه السؤال ده؟ يعني سؤال خطر على بالي وقلت اسألك. بشوفها زي ما بتشوفني، يعني انا مش مديها اي اهتمام فهي شلتني من همها. بتعامل معها على انها ورق بيسهل التعامل بين الناس، لكن عمرها ما عملت ضغط عليا. بعدين الخلق الجمال ده كله هيعجز يعني يوكلنا وشربنا؟ يا ستي خليها على الله. حنان ست ناديه. نفس وجهه نظري بالظبط. انا مش قادره، مش قادره اكمل. لا لازم تكملي، هنودي كل ده فين؟ انا اكلت 5 سندوتشات. الف هنا وشفا. ثانيه واحده، اتفضل يا حبيبي. الف هنا وشفا. ماشي باشا. السلام عليكم باشا. اتفضل. لا يا حبيبي شكرا. لا والله تكلفنيش. اتفضل. شكرا. تاني. تصدق ما رضيتش تمشيني بايدي فاضيه؟ تحب الدره؟ لا. عارفه انت بتضحك ليه؟ مش هتكلم. هو انا عامه ما بحبش الدره المشوي، بس ده طعمه حلو. الف انا وشك. زمان كان في سور هنا كنت بتمشى عليه مع ابويا. يعني بابا كان بيجيبكم اسكندريه اهو؟ هي مره وحيده جه فسحنا عشان يبسطنا، السفريه عمري ما هنساها. ليه بقى؟ اكتر حاجه بحبها في حياتي ان انا بين رجليا في الميه، فبابا قرر ان هو خدنا نتمشى على الكورنيش، فكنت ماشي على السور جنبه فقال لي استني هنا هعدي الشارع اروح اجيب علبه سجاير واجيلك. رجع من الانيش. ايه ده رحت فين؟ لقاني على الشط عمال ارقص واتنطط في الميه وبله جزمتي وحاجه. حد يعمل كده؟ انا زعقلي جامد قوي يوميها وشدني من دراعي، بعد كده قرر يصالحني وداني ملاهي قريبه من البحر بس مش فاكره فين، ولعبت لعبه صيد السمك وسبت حصان صغير ازاز، بس كل اللي كان في دماغي ان انا عاوز اربط الحصان ده بشريطه حمراء مش عارفه ليه. فشلني يوميها قعدنا ندور في المحلات على شريطه حمراء. لقيتوها في الاخر؟ لا الحصان وقع اتكسر. طبعا عيطت وبهدلت الدنيا. طبعا بالعكس كان احلى يوم في حياتي، حسيت انه بيبذل مجهود عشان يبسطني، كان بيحبني في الاول. طب قولي لي بقى، مستعده للمكان اللي بعد كده في البروجرام؟ هنروح فين؟ كان بعيد جدا. امشي معايا بس ومالكيش دعوه. الطبيعي انك تفتكر ان احنا جايين هنا نحضر لحظه الغروب، بس الحقيقه احنا جايين هنا عشان حاجه تانيه خالص. ايه؟ حاجه انت نفسك تعمليها ومانع نفسك، بس انا بقى هعملها بدالك يا باشمهندس. مش هينفع يا باشمهندس. مش هينفع خالص.
باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.